وهنا انا دي بتكلم وبوجه رسالة لكل تجار مصر، ان في اطار اللي احنا بنعمله وادار تدبير العملة، والدولة المصرية والبنك المركزي هيبقى ملتزم بتدبير العملة ليه. وهنا بقى انا بأكد بقى على نقطة اخرى مهمة جدا، الاولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية. ايه هي؟ السلع الغذائية بكل مشتقاتها، الأدوية، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. دول أولوياتنا لتدبير العملة. إنما أي حاجة تانية، منتجات تمت الصنع، سلع استهلاكية، هتأتي في ذيل القائمة. وأنا بأكد لهذا الموضوع عشان محدش يطلع من اللي بيستورد سلع استهلاكية ويقول أنا محدش دبر لي عملة. الأولوية للدولة المصرية من هنا ورايح للمجموعة اللي أنا اتكلمت عليها. وبالتالي ده يقودنا للرسالة اللي كنا دايما بنوجهها للمصنعين، التعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها بمليارات الدولارات بأنها يتم تصنيعها هنا جوه مصر. الرسالة دي احنا بقينا النهاردة بنوجهها، انا بوجهها بقالنا فترة طويلة. سيادة الرئيس بيتكلم على هذا الموضوع على مدار الفترات الطويلة كلها اللي فاتت، كل لقاءاتي مع مصنعين على هذا الموضوع. اعتقد ان حان الوقت النهاردة مع الاجراءات اللي خدتها الدولة، عشان كل الاجراءات للاصلاح الهيكلي للاقتصاد، تحسين موضوع توحيد سعر الصرف، الحوافز الكبيرة اللي احنا عملناها في الاستثمار من كل حاجة، تيسير الإجراءات، الرخصة الذهبية، إتاحة الأراضي، دعم الصادرات. إحنا مبارح مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليار جنيه أخرى لرد أعباء التصدير كباكج جديدة للمصدرين. ولكن هنا أنا بقول للمصدرين، إحنا الباكج دي صحيحة كل ومنظومة دعم الصادرات بتبقى للي بيحول الدولار داخل الدولة المصرية وما بيصرفش دعم الصادرات غير لما يحول الدولار داخل الدولة المصرية، ولكن أعتقد أيضا النهاردة مع توحيد سعر الصرف يتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، لأن البنك المركزي هيبقى قادر بعد كده في أي وقت أنه يدبر الاحتياجات الدولارية للمواطن وللعميل اللي هو بيحتاجه، طالما إنها في بند السلع اللي أنا اتكلمت عليها والمستلزمات الأساسية اللي احنا هنشتغل عليها.